لا قاعدة تصير في البرلمان اليوم صباح، الناس الكل تكتب، جرايد الكل تكتب، وسائل الإعلام تواكب، وطبعا فما حملة ممنهجة ظاهرة لإقصاء طرف معين، ولو يحكيوا حتى على رفع ويطالبوا برفع الحصانة عن كتلة برلمانية قوية اللي هي تمثل ثالث أقوى حزب في البلاد حسب عدد الناخبين التوانسة. نحكيو على كتلة الحزب الدستوري الحر ورئيسته الأستاذة عبير موسي. دونك اليوم شفنا شعارات كالعادة، شعارات الإرهاب ترفع داخل قبة البرلمان، تحت قبة البرلمان التونسي، إلا يطالب برفع الحصانة على كتلة الحزب الدستوري الحر وعلى رئيسته عبير موسي. معناها من المضحكات المبكيات، السيد هذا أهان النيابة العمومية في تونس، اتعدى على المؤسسة القضائية، اتعدى على المؤسسة الأمنية، على مرأى ومسمع الجميع، ويزيد جماعته يرفعوا في شعار رابعة اللي هي مصنفة كمنظمة إرهابية في مصر، في بلادها مصر. واحنا تعرف تونس طبعا علاقاتنا الدبلوماسية قبل هالثورة متاعهم المجيدة متاع 2011 كانت على أعلى مستوى مع دول الجوار ومع الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة مع الدول العربية، ونعرف مصر وإشعاع مصر في العالم العربي وفي المشرق. دونك مصر صنفتهم منظمة إرهابية، تونس تحت قبة البرلمان المشؤوم للأسف الشديد ترفع في شعار متاع منظمة إرهابية. لهنا بالحق إذا كان السادة المسؤولين عندهم معناها ذرة من الوطنية، ما زال عندهم ذرة من الوطنية، ولا قايمين على البلاد توا عندهم ذرة من الوطنية، لازم يوقفوا هالمهزلة اللي قاعدة تصير تحت قبة البرلمان اللي هو مقر السيادة، اللي هو يمثل تونس في الخارج، اللي هو الناس الكل تتفرج على تونس توا وتتابع في الشأن التونسي عن كثب. للأسف الشديد ما عناش شكون ينجم يوقف الناس هذه عند حدها، شادين قضية توا عملوا دي تورنومون متاع قضية واضحة وجلية من ألطاف الله إنها تعدات في القناة الوطنية مباشر. شفنا المداخلات متاع نواب الحزب الدستوري الحر في مناقشتهم لقانون المالية وللميزانية متاع 2020، شفنا كيفاش كانت مداخلاتهم قيمة أبويي، هنا نحكي أوبجيكتيفمون أبويي بالأرقام باللي شيفر، ما تهجموش على حتى حد، ما سبوا حتى حد. تقوم نائبة الله أعلم من تلقاء نفسها وإلا بإعاز من الكتلة متاعها أو كتل معناها من المشتقات متاع الإخوان المسلمين، تاخذ الكلمة شنو تقول؟ تقول باندية وكلوشارات وانتي كارثة ومصيبة جابوك للبرلمان. لهنا بالحق معناها اللي صار الكل هو انه الاخوان المسلمين كبرت في فمهم انهم يطلبوا السماح من الكتلة اللي تم الاعتداء عليها على مرأة ومسمع الجميع. هنا يطالبوا في عبير موسي بربي بأمانة، هنا يطالبوا في عبير موسي انها تحضر جلسة صلح متبادلة. صلح على شنو؟ اعتذار على شنو؟ خلينا نفهموا شنو اللي بدر ولا شنو اللي صدر يوم المناقشة متاع الميزانية من طرف كتلة الحزب الدستوري الحر أو رئيسه عبير موسي؟ هل أنه وقع تهجم على الكتلة المعتدية؟ هل أنه وقع رد فعل عنيف مثلا أو سبوها؟ قلت من لول حملة عنصرية، شبهوها بصورة غوريلا، وهذا طبعا الناس الكل دينه وأحنا بيدنا ندينوه، معنى فماش إنسان نزيه وطني صادق ما يدينش الحملة العنصرية إلا صارت، إلا أنه تضحك أن الحملة العنصرية هذه ما عندهاش علاقة بنواب الحزب الدستوري الحر، ما عندهاش علاقة بهياكل الحزب الدستوري الحر، ما عندهاش علاقة بحتى قيادة من قيادات الحزب الدستوري الحر. إذن المشكلة لهنا واضحة وجلية، الإخوان ما يحبوش يعتذروا، معناها كبرت في فهمهم انهم يهبطوا اعتذار رسمي لكتله تم الاعتداء عليها على مرأة ومسمع الجميع، ولهنا نلوم الكتله الوسطيه الديمقراطيه التقدميه الدستوريه وهك الجمله المطاطه الطويله هذيك، انهم ما وقفوش الى جانب كتله الحزب الدستوري الحر اللي هي قريبه منهم في المرجعيه، واللي هي نورمالمون معناها يشتركوا او يقتسموا نفس المرجعيه ونفس الايديولوجيه ونفس الخط الوطني. لهنا راهو عار على اي كتله انها ما تقفش ضد الشيء اللي صار في البرلمان، راهو الشيء اللي صار في البرلمان والاعتصام اللي عملته كتله الحزب الدستوري الحر، رانا تابعنا عن كثب، راهو له بلطجه ولا اخترقوا القانون في حاجة ولا عملوا حتى شيء. وبالنسبة للصورة اللي قاعدين يدولوا فيها تو ويشتموا في الحزب الدستوري الحر على أساس فريش في البرلمان، هنا نزلنا لكم تصاور في الكونغرس الأمريكي لكتلة متاع حزب ديمقراطي معتصمة داخل البرلمان، هاو نحكيه على أكثر البرلمانات ديمقراطية في العالم، يعني حق الاعتصام وحق الاحتجاج مكفول. هذه كتلة أنت باش تلغيها جاية الثالثة على الصعيد الوطني بالانتخابات اللي عملتوها انتم بالانتخابات متاعكم، معناها قرابة 200 ألف ناخب صوت الحزب الدستوري الحر. دو كيل دروا أنت تحب ترفع الحصانة على النواب الكتلة هذه؟ وشنو المقابل؟ اعتذار. يظهر لي ما طلبتش حاجة عبير موسي، ما طلبتش حاجة صعيبة برشا، طلبت حاجة لوجيك، وأخويا قدموا اعتذار رسمي. رئاسة البرلمان ما تحب توفى سوا ديزون مهزلة في البرلمان وتعطيل أشغال البرلمان، قدموا اعتذار رسمي باسم كتلتكم للكتلة متاع الحزب الدستوري الحر،
وتترجع الاشغال لسيرها ويرجع السير نتاع البرلمان للمعتاد نتاعو. معناها ما تحبوا توفوها المشكله، اعتذروا هاتوا توفى المشكله. شنو اللي ينقص منكم كي تعتذروا؟ معناها بالله وبالكتل الاخرى القريبه من حركه النهضه يا اخي، اذا كان حطوا روحكم انتم في بلاصه الكتله نتاع الدستوري الحر، كتله مثلا تيار ديمقراطية وحركه الشعب، نمبورت كل كتله موجوده في البرلمان، تم الاعتداء عليكم بالطريقه هاكي وقالوا لكم يا بانديه ويا كلوشارات وما نحبوش نسمعوكم ويا مصيبه ويا كارثه ويا ويا. يا اخي انتم باش تقبلوا؟ ماكمش باش تعملوا رياكسيون كيما هكا او ربما اكثر من هكا؟ تيمو نبداو واقعين شويه، راهو اللي صار اليوم على كتله الدستوري الحر راهو منعرج خطير جدا داخل البرلمان التونسي، ووضح الخلفيه نتاع الناس هذوما، وضح الخلفيه نتاع الحركه هذه نتاع العدد نتاعهم. معناها تو سمير ديلو يقول كنت في جنبها وقلت لها راهو ما يجيش، ومن بعد شفنا كيف دخلت الاستاذه عبير موسي والكتله نتاعها في اجتماع نتاع لجنه الماليه، قال لها اي نعم بانديه وكلوشارات وشوفوا شنو تكتبوا وشوفوا شنو تعملوا. يا اخي عبير موسي مسؤوله على واحد على الفيسبوك الله اعلم بروفيله منين وشكون لا عامله، ينجموا يكونوا هما عاملين وكيف كيف. هاكم قدمتوا قضيه، ان شاء الله الابحاث تبين، وتقولوا هذا قيادي في الحزب الدستوري الحر وتردوها تبادل عنف. يا اخي اسو بوان توين ساكون، معناها باش يصدقوا حكايات كيما هكا؟ يا اخي خليونا، معناها مازال عندنا شويه عقل نجموا نتبعوا ونجموا نشوفوا ونجموا نميزوا ونجموا نفهموا. بالمناسبه تحيه لكل اعلامي حر نقل الواقعة كما هي، اللي هما قلة للأمانة قلة، وتحية خاصة للمدام مية الكسوري على قناة الحوار التونسي اللي حكيت على الموضوع، حكيت عليه بواقعية، حكيت عليه أوبجيكتيف، قالت راني سمعت تدخلات الحزب الدستوري الحر، سمعت النواب نتاعهم شنو قالوا، ما في حتى اعتداء، ما في حتى شيء، راهو إلا صار غلطة من كتلة حركة النهضة، والمفروض أنها تطلب الاعتبار، تطلب رد الاعتبار كتلة الحزب الدستوري الحر، والنهضة تعمل اعتذار رسمي، هذا منطقي، وشكرا لكل من ساند كلمة الحق، وراهو نحب نقول لكم يا توانسة، الاعتصام اللي عملته كتلة الحزب الدستوري الحر، راهو اعتصام كرامة، يمثل التوانسة الكل. راهو إلا صار عليهم تو، إذا كان تعدى إنا بيرسو راهو باش يصير على أي كتلة من غدوة، راهو منعرج خطير برشا يهدد حرية التعبير في تونس، اللي يتحدثوا بعد ما يتشدقوا بثورة الياسمين و14 جانفي وما نعرفش شنو وربحنا مكسب حرية التعبير والتعددية، الناس هذه راهي ماهيش قاعدة تقبل في التعددية، هاكم تشوفوا رياكسيون، من الأول كيفاش بدات، أول ما بدات أشغال البرلمان كيفاش بداو، دونك الناس هذه تكذب عليكم، راهي لا تحب ولا تؤمن بالتعددية، وصلت للحكم بك الشعارات المطاطة والفضفاضة هذيك، ومن بعد راهي لا تؤمن بالديمقراطية ولا حتى شيء، إذا كان باش تجي ضدهم ولا باش تسائلهم ولا باش تحاسبهم ولا باش تقول لهم منين لك هذا ولا وين مشاو 60 مليار ولا هات نحاسبك على الميزانية نتاع سنوات الفارطة، هات نحاسبك على القروض نتاع سنوات الفارطة، راهم شو باش يعملوا لك كيما هكا بالضبط. معناها هذا اللي باش يصير لأي كتلة معارضة لحركة النهضة، هذا باش يصير لأي كتلة معارضة للقوة الكبيرة في البرلمان، إلا مالوريزمون الشعب التونسي نقولها ونعاود نقولها، مالوريزمون الشعب التونسي يعاود يقع في نفس الأخطاء، مانيش نحكي على الشعب اللي صوت لهم، لأنه هما تو يمثلوا 5% تقريبا ولا حتى أقل من الشعب التونسي كي تحسبها، لأنه الشعب التونسي معظمه ما مشاش صوت، ما أداش الواجب الانتخابي نتاعو، ومعظمه اتشتت. معناها في قوى وسطية كانت تلموا كلهم في بعضهم راهم أقوى كتلة في البرلمان. للأسف الشديد الشعب التونسي يدفع ضريبة اللامبالاة نتاعو، يدفع ضريبة عدم التمييز نتاعو، يدفع ضريبة أنه يشوف في 9 سنين دمار في الدولة ويعاود يرجع فئة منه كبيرة ترجع نفس الناس اللي كانت سبب في الدمار والخراب هذا. دونك الشعب التونسي هو اللي يتحمل المسؤولية الكبيرة، وهذه سي لو مومون وجامي فرصة باش الشعب التونسي يفيق على وضعه ويعرف يميز ويصلح غلطته. يظهر لي توا الشعب التونسي الكل والتوانسة الكل الوسطيين الكل يلزم يقفوا إلى جانب كتلة الحزب الدستوري الحر، لأنهم على حق والحق بين والظلم بين. يظهر لي الناس الكل شفنا وتفرجنا شنو لا صار. بالمناسبة النايب هذا ينم على اخلاقه، النائب اللي هز شعار رابعه ومنع تصوير الاستاذه عبير موسي وقبل الكاميرا وعمل الشعار هذا اللي هو نتاع نعاود نقولها نتاع منظمه ارهابيه في مصر مصنف تنظيم ارهابي في العالم. دونك النائب هذا يتحمل مسؤوليته، والشعب التونسي اللي قاعد يتفرج فينا تو والمسؤولين نعاود نقولها، يا سيد وكيل الجمهوريه يا اللي قال كانك راجل اهبط لي لتونس اتحركوا، يا سيد وزير الداخليه السابق سي لطفي ابراهيم قد ما دعمناك وقد ما وقفنا معاك وحافظنا على كرامتك في الأسارة الكل وما زلنا على نفس الخط لأننا نعرف وطنيتك ونعرف صدقك ونعرف شنو خدمت في مكافحة الإرهاب ونعرف شنو خدمت في مكافحة التهريب وهذا موثق عنا وحكينا عليه ولتو نحكيو عليه. ماذا بكم يا سيد الوزير السابق تقدم قضية ضد السيد هذا وعندك الكبسول صوت وصورة وقت لقاء في بورت حلق الواد نتفكروها مليح. ومشكورة نقابة قوة الأمن الداخلي
في جهة المستير، والنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي اللي رفعوا به قضية. راهو الشيء هذا ما يلزموش يعاود يصير في تونس. راهو احنا توا في موقع نتاع ان باش نتهجموا على فرنسا، وباش نتهجموا على الدول اللي عندنا معاهم علاقات أزلية، قال شنو قال ماناش مستقلين، باش نتهجموا على مصر اللي هي عندها حكومة شرعية توا للناس هذه ما تؤمنش بها، يقولوا حكومة انقلاب، باش نتهجموا على الاتحاد العام التونسي للشغل اللي هو منظمة عريقة وصمام الأمان في تونس، جو دي بيان صمام الأمان في تونس، باش نتهجموا على زعماء الحركة الوطنية وقالك باش كان اضطررنا باش نقيموهم القبورة، نخرجوهم القبورة ونحاسبوهم. راهو تونس في منعرج خطير برشا، وإذا كان الناس هذه ما زالت تحكي بالطريقة هذه وبالمنطق هذا وبالاستفزاز هذا ويلوموا على كتلة برلمانية طالبت بتنفيذ القانون بتطبيق القانون، تو هذا معقول في تونس؟ تو هذا معقول تو في 2019 بعد زوز تجارب تقولوا ديمقراطية أو ثلاثة تجارب؟ يا أخي فيقوا فيقوا، وينكم؟ وين التوانسة؟ وين التوانسة الوطنيين؟ وين هالمدرسة البرجيبية الصادقة؟ وين أبناء المدرسة الوطنية لما زالوا تو يشدوا في وزارات في بعض الوزارات؟ فيقوا، راهو شيء خطير اللي قاعد يصير في البلاد. يظهر لي هذه رسالة ما نبارتاجيهاش وحدي، معناها هذا لافي نتاع مئات الالاف نتاع التوانسة. فيقوا، راهو الوضع خطير، ساندوا الكتلة المعتصمة، ساندوا الحزب الدستوري الحر، لأنه في اعتقادي صمام امان في البرلمان التونس، لانه في اعتقادي لو سول بارتي كي اوز دير لي شوز كوم ال سون، لو سول بارتي اللي عنده المعطيات، لو سول بارتي اللي تحرك وتحرك جدي بيان، مش تحرك في الاعلام برك، راه تحرك قضائيا واعلاميا وفي الشارع، وعمل وقفات احتجاجيه وتابعناها، وطالب بارجاع الاموال المنهوبه لتونس، وطالب بمحاسبه من سفر شبابنا لبؤر التوتر، وطالب بمحاسبه من هو مسؤول عن إعادة شبابنا تو من بؤر التوتر، وطالب بمحاسبة السياسيين اللي عندهم علاقة بتنظيمات إرهابية اللي هم التو يحكموا في البلاد، واللي هم التو بعضهم موجود في البرلمان. هذو من كلهم القضايا الأم في تونس تو، هذا اللي لازمنا نتحركوا عليه، هذا اللي طالبت كيف كيف بكشف القتلة متاع شكري بالعيد ومحمد البراهمي والاختيالات السياسية اللي صارت في تونس. يا توانسة فيقوا، راهو صمام الأمان الوحيد في البرلمان تو هو الحزب الدستوري الحر، وما نحبش نقول الوحيد لأنه أكيد فما وطنيين وفما ناس تساترة في كتل أخرى، إن شاء الله يا ربي يفيقوا، إن شاء الله يا ربي يتوحدوا، إن شاء الله يشدوا نفس الثنية، إن شاء الله يذودوا بتونس على هالمنعرج الخطير هذا، وإن شاء الله ربي يوفقنا، وإن شاء الله ربي يوفق بلادنا، وإن شاء الله تتحل الأزمة في البرلمان التونسي. يعطيكم الصحة ونهاركم طيب.